ما تزال مشكلة المناهج الدراسية القضية الرئيسية التي تؤرق الطلبة في محافظة الحديدة، حيث يعد قطاع التعليم من أشد القطاعات تضرراً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، إلى جانب تسرب الطلبة من التعليم وغياب المعلمين واستخدام بعض المدارس ملاجئ للنازحين أو مخازن عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع. المشكلة الطارئة الآن بالنسبة لهؤلاء الذين يحاولون الاستمرار وسط كل هذه المخاوف هي غياب المناهج الدراسية التي تساهم في تفاقم مخاوف هؤلاء التلاميذ، خصوصا في لحظات الاقتراب من فترة الاختبارات النهائية، حيث يعانون من غياب الكتاب المدرسي وعدم توفره. على وجه الخصوص تبرز هذه المشكلة في المديريات النائية والبعيدة عن مركز المحافظة، فيما المدرسون يرون أن غياب المناهج وعدم توفرها واحد من العقبات. تبقى هناك مساحة ضوء في بعض هذه المدارس للتعليم ومحاولات الطلبة الالتحاق بركب المستقبل من خلالها، وإن كانت قليلة أو بسيطة، ومع كل ذلك ما يزالون يسيرون، غير أن السير إلى المستقبل مهدد بكثير من العقبات في لحظة لا أحد خلف هذه الأسوار من المعنيين يرد على التساؤلات العالقة في أذهان الطلبة والمعلمين ولا حتى على وسائل الإعلام.